صباح الخير، النهاردة حلقة جديدة من برنامج قفل ومفتاح مع كوتش فاطمة سالم. في الحقيقة مش عايزة أطول علشان الوقت، بس في حاجة حلوة قوي عملتها عشان تقدروا تسألوني أونلاين على فيسبوك وكمان إنستجرام على اسم البرنامج قفل ومفتاح. عملت بيج تقدروا تسألوني Ask كوتش فاطمة أو اسأل كوتش فاطمة. كل 10 دقايق من كل حلقة هنقدر أجاوب على كل أسئلتكم. في الحقيقة ده عملته من أسبوع، وكمان لقيت سؤال اتسأل لي إزاي أقدر أنجح في وسط حياة سلبية. الحقيقة النجاح ليه عوائق كتير قوي، عواقب كتير قوي بنمر بيها، بس عشان نقدر ننجح في وسط حياة سلبية ده محتاج مجهود، وبصراحة يعني ربنا يكون في عونه اللي يقدر ينجح في وسط حياة سلبية. بس من حياة سلبية لحياة سلبية أخرى بتفرق، يعني حياة بمعنى الأهل هما اللي مقصرين، كلام سلبي بيقوله لك، إحباط ولا من الصحاب ولا من الريلاتيفز اللي هم القرايب، ولا بيكون من ايه بالظبط. فمحتاجة بس السؤال، يعني انا نفسي اساعدك بس محتاجة سؤال يبقى يعني مور سبيسيفيك اكتر من كده. تاني سؤال اتسأل لي، طيب انا في واحد بحبه وبحس ان انا بموت لما ببعد عنه او بيبعد عني، بحس ان انا بموت. الحقيقة يعني ان انا اموت عشان شخص مش موجود في حياتي ده مش حاجة حلوة، يعني حاجة مؤذية قوي للنفس، حاجة ممكن لو انتي فضلتي في اعتمادك كله على شخص معين وانبساطك على شخص معين ده يأذيكي انت نفسيا. طيب تيجي تقولي طب فاطمة احل الموضوع ده ازاي؟ اول حاجة عشان نحل الموضوع ده انت لازم تبقي، او انت محتاجة تبقي اول حاجة مدركة ان اعتمادك على شخص معين ده مش حل، انك انت في ملفات اخرى ربنا خلق لنا في عقلنا. ان تخيل عقلك ده لو دايرة او سيركل في ملفات كتير قوي، من ضمنها ملف الحب او ملف العلاقة دي، في علاقات، في حاجات تانية اخرى، ملف الشغل، ملف اهتمامي بنفسي، ملف اهتمامي بعيلتي، ملفات كتير قوي. اقدر ان انا افوكس او احط عيني على الملفات الاخرى دي وانا في علاقة، مش هسيب نفسي خالص واحط الفوكس كله او اركز بس على علاقتي مع الشخص او علاقتي بالحب بحبيبي ده. لا، لو انا سبت ملفات دي كلها وفضلت مع الشخص ده هو ده اللي هيحصل، هتحسي بالموت وهتحسي انك انت مش قادرة تكملي من غيره. ليه؟ لانك انت قفلتي من الاول على نفسك الباب، قفلتي الملفات دي وسبتي الملف ده. طب اعمل ايه؟ حاولي وانت في علاقة عشان تبقى علاقة هيلثي، وتبقى علاقة انت تقدري تتصرفي فيها صح، وتقدري تفكري فيها صح، وتقدري تاخدي قرارات تفيدك دلوقتي وقرارات تفيدك بعد كده. انك انت مش تفتحي الملف بتاع الحب ده بس، لا، تفتحي ملفات تانية اخرى، ملفات تقدري انك انت تبقي تعملي بالانس، لما انت تيجي تسيبيه تبقي عارفة تاخدي قرار انك تسيبيه. في الحقيقة كمان دكتور جون راي بيقولك ان القلب ده لما بيتكسر زي العظمة بالظبط، لما بيتكسر اول حاجة بنتصرف فيه ازاي؟ اول حاجة بنتصرف فيه ان احنا بياخد صحابك، قرايبك، اهلك بياخدوك يودوك لدكتور. لما قلبك بيتكسر وعظمك ده كأنه اتكسر، بيجي الدكتور يعمل لك ايه؟ يركب لك جبيرة على الجرح، على العظم اللي اتكسر ده. ليه؟ عشان يرجعوا مكانه. لما بيرجعوا مكانه وبيرجعوا في مكانه الصحيح
بيحصل ايه؟ بيجي الجرح ساعتها بيلتئم. فدكتور جون جراي كان تشبيهه في الموضوع ده انك انت اول ما بتتوجع بتحس بمشاعر ايه؟ الغضب. بتحس في اول مشاعر الغضب، وبعد كده الحزن، وبعد كده الخوف، وبعد كده الاسف. اهم حاجه الاربع مشاعر دول يطلعوا تدريجيا منك او منك لما يجي قلبك اتكسر. اسيب له فرصه. طب ازاي؟ بالظبط كده زي لما عربيتي هتتخبط، انا اول مشاعر بطلعها ايه؟ مشاعر الغضب. بطلع ان انا ايه ده، انت مش تفتح، انت مش عارفه ايه، واقعد ازعق للي قدامي اللي خبط عربيتي. وبعد كده بطلع مشاعر تانية، بعد مشاعر الغضب بطلع مشاعر تانية اللي هو انا خايف، طب اعمل ايه، والحزن بعد بقى قبلها الحزن، طب انا متضايق اعمل ايه. بعد كده بيجيلك الخوف، يا ريتني ما عملت، يا ريت ما ده حصل. وبعد كده يجي لك الاسف، طب انا هعمل ايه دلوقتي، طب يا ريت ده ما حصل. فده بالظبط المشاعر دي لما طلعها واحده واحده، لما قلبك يتكسر، ده بالظبط اللي هتقدري توصلي بيه بعد كده لقرار. انت قلبك اتكسر ومريتي بالفور ستيجز دول، طب وبعدين هقدر اطلع قرار، بس اهيل اب الاول، اقدر اطلع من اللي انا فيه. بعد كده العقل. اوعى تفتكر ان قلبك لما بيتكسر عقلك ما بيبقاش شغال، لا، احنا عندنا العقل الواعي. العقل الواعي ده اللي من الاخر اللي بيحلل وبيقعد يقولك تعمل ايه وبيديك قرار. انا عارفة ان الشخص ده اهني وزعلني وخني وعمل حاجات كتير قوي، وانا في نفس الوقت جوايا مشاعر ليه. عقلك الواعي يجي يقولك ستوب، الشخص ده ما ينفعش تبقى معي. يجي عقلك اللاواعي يطلع لك بقى ايه، الصندوق الاسود، يقولك بقى هنا ايه عقلك اللاواعي، طب بص بقى انا عندي ليك معتقدات مش حلوة خالص عن نفسك، انت ما تستاهلش تتحب، انت ما ينفعش اصلا تبقى في علاقة، ده شوف بنت عمتك ولا شوف بنت خالتك اللي كانت في علاقة وثابت وفضلت لغاية لما بقت عندها 60 سنة مش في علاقة، وي 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 وي. وهفضل في العلاقة دي وهأذي نفسي وهفضل وهفضل وهفضل. فيجي بعد كده عقلك اللاواعي يغلب على عقلك الواعي. يجي هنا دور المتخصص علاقات، يجي يقولك ايه، انت بتعمل ده من غير ما تقصد، او بتعمل ده لا من غير وعي، لا وعي عندك، يعني هو اللي شغال اكتر. طب يا فاطمة اعمل ايه، انا اتجرحت واتكسرت ومش عارفة اعمل ايه ومش عارفة برضو اعبر عن مشاعري. فزي ما قلت الاربع مشاعر دول نطلعهم. في كتابة بنسميها كتابة علاجية، الكتابة العلاجية دي مهم جدا ان احنا نكتب. تيجي تقول طب انا لما بكتب بتعب وضغطي بيعلى وبحس ان جسمي سخن ومش قادر، خلي المشاعر دي تطلع، خلي المشاعر دي تطلع. كل ما تطلع المشاعر دي وانت بتكتب، عشان كده بنسميها كتابة علاجية، وتعيطي او تعيط او تبقي متضايقة، خليها تطلع، لان لو سبتها جواك مش هتقدر تاخد قرارات صح في حياتك. دي أسئلة أسك فاطمة أو أسك كوتش فاطمة أو اسأل كوتش فاطمة من على فيسبوك من برنامج قفل ومفتاح. هتلاقوا اسم البرنامج أو اسم البيج قفل ومفتاح، وكمان على انستجرام. في الحقيقة النهاردة عندي مفاجأة ليكو، أستاذة دينا حلاوة، هي أستاذة كوتش علاقات ولايف كوتش وكمان NLP. ازيك يا دينا، عاملة ايه؟ ازيك يا فاطمة، ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. عايزين الاول بس ندي كده conclusion سريع او نبذة سريعة عن الـ NLP. ايه هو الـ NLP؟ اوكي، بصي الـ NLP هو البرمجة اللغوية العصبية. دي طرق واساليب
ممكن ان احنا نستخدمها ككوتش عشان نقدر نساعد الناس تغير معتقدات خاطئة عن نفسها، عادات سيئة، او ان هي تغير حياتها او توصل لهدفها. هي بيقدروا يستخدموا فيها نظريات مختلفة شوية عن الكوتشنج، بتقدر ان هي تفهم العقل بيشتغل ازاي، فتقدر تفهمي اللي قدامك، تقدري تعالجيه بطريقة كلها فيها يعني تركيز على العقل بيشتغل ازاي، فنقدر نوصل بالعقل للي هو عايز، للي احنا عايزينه يوصل. ده بالنسبة للـ NLP، هو ممكن ينفع مع ناس وممكن ينفع معهم كوتشنج، يعني هو كده كده وسيلة من وسائل الكوتشنج. يعني ده وسيلة من وسائل الكوتشنج ممكن نستخدمه في الكوتشنج، في ناس بينفع معاها ده وفي ناس بينفع معاها ده. أساليب دي قصدك يعني تولز كده بتستخدموها، بتبقى تولز زي ايه؟ يعني بتبقى حاجات كتابية في منها حاجات كتابية، في منها أسئلة، وعلى الأسئلة دي أنا بقدر أحدد اللي قدامي ده شايف الحاجة ازاي، أو أقدر أعالجه من مثلا معتقد خاطئ عن نفسه، أو من حاجة هو بيحبها قوي وعايز يبقى مش بيحبها قوي، نيوترل من ناحيتها، حاجة مثلا بيكرهها وعايز يبتدي يحبها، زي أكل مثلا، الناس اللي عايزة تعمل دايت. أيوة دي عادة بقى. دي يعني قلتي معتقد خاطئ بيبقى عنده دي في الاعتقادات، إنما بقى في العادات، في ناس كتير بتبقى نفسها تعمل حاجات كتير قوي ونفسها توصل لهدف بس مش قادرة توصل للهدف ده، يعني بتبقى عايزة توصل الهدف بسبب ان عنده عادة سيئة، يعني نفسي اصحى كل يوم الصبح واجري بس ايه العادة عندي ايه؟ كسل. انا مش قادر، انا حاسس ان انا ببقى مكسل كل يوم. طب ازاي اغير العادة دي؟ العادة عادة هي حاجة بتتكرر نتيجة حافز، بيبقى فيه دايما ليها حافز وبعدها بيجي مكافأة، يعني انا بعمل الفعل ده عشان انا باخد مكافاه منه، سواء كان ده بقى الفعل ده مثلا سجاير، اكل. فانا في طريقه في الكوتشنج بقدر استخدمها وفي طريقه في الـ NLP برضه. الكوتشنج مثلا بيقول من الطرق مثلا ان انا ابتدي اراقب نفسي واسجل لنفسي، بمعنى انا مثلا حد مثلا بيشرب سجاير هيبتدي ان هو يشوف امتى بيشربها، امتى؟ بعد مثلا ما بيتعصب، لما بيبقى عايز يرتاح، مثلا بيراقب، بيبتدي يكتب بقى زي ما انت قلتي، كتابه مهمه جدا. فهو وهو بيكتب كل يوم امتى بالظبط بيعمل العاده دي، هيبتدي يلاحظ ان دايما في احاسيس بتحصل قبل العاده دي، وان هو لما بيعملها العاده دي بتخليه يعني يكتسب احساس هو محتاجه، او بتديله مكافاه معنويه. طب في ناس كتير بتبقى موضوع السجاير ده بالذات او موضوع الاكل بيبقوا حاسين ان انا من غير السجاير لا انا حاسس ان انا مش قادر، هموت وتعبان واللي هو بقى ايه يعني هيموت لو مشربهاش. ليه؟ لان نسبه، انت عارفه طبعا نسبه النيكوتين بتقل في الدم، بيحس ان هو مش قادر، هو متعصب، خلقه ضيق. فايه ممكن يخلي العدد دي مش موجودة؟ يعني يلاقي ايه شبه ده؟ هو دلوقتي لازم في يعني ممكن تستبدل العادة بعادة تانية تكون عادة صحية، وممكن ان هو برضو في الـ NLP ممكن يشيلها. فاحنا مثلا ممكن ان احنا نستبدلها مثلا على اساس هي بتحقق له ايه، يعني ممكن مثلا لو حد عصبي وهو بيهدم بيشرب سيجارة ممكن يندوغ لبانة، اللبان مش نافع ممكن يكتب، ممكن يعمل تمارين تنفس، ممكن كذا حاجة تهديه بس ما تبقاش هي السيجارة. أوكي. يا جماعة لو حد عايز يبطل العادة السيئة اللي في حياته، لأن ناس كتير بتبقى بتشوف الكلام ده ايه ده يعني ازاي مش عارفة ايه، لو انت عايز بجد هتعمل ده، لو انت عايز بجد هتعمل ده هتدور على اي وسيلة، زي ما دينا قالت ان في وسائل كتير نقدر نستخدمها عشان نبعد عن عادة. لو انت عايز بجد هتقدر تبعد عن عادة زي دي، وهي عادة مثلا السجاير او الاكل، ان انا في حاجة اسمها ريوردينج، ان انا بكافئ نفسي
انا لما لو بطلت العادات دي، طب انا هكتسب ايه من العادات دي زيها؟ انا لما بشرب سجاير بحس ان انا مرتاح. طيب ايه تاني اقدر يريحني غير السجاير؟ ايه شبهه؟ طب انا عايزه ابطل السكريات، ايه تاني شبه الحاجات اللي فيها؟ والدكتور قال لي لازم ابطلها. طب ايه تاني شبه السكريات ده يديني نفس السعاده؟ انا من خلال تجربتي في الموضوع ده، انا كنت زمان قوي من سنين كنت باكل كتير، ممكن اقعد قدام التلفزيون اقعد اكل. لما مامتي كانت بتقعد تقول لي لا ما تاكليش، والموضوع ده سهل طبعا. ف بالنسبه لي الموضوع بقيت بستبدله بعاده تانية، ان انا بدل ما اقعد على التلفزيون واكل، انا اكل وانزل اروح الجيم، انزل اتمرن، انزل اجري. يعني بقيت ببدل عادة التلفزيون دي بان انا لما اجي اكل انا هنزل اتمرن. منها حاجة هتفيدني، هتفيد جسمي وصحتي، منها ان انا هاكل اكل كويس، لكن لما اقعد قدام التلفزيون هقعد اكل 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 ومش هحس ان انا باكل. فده يعني اللي كانت زينة بتقوله. هو اهم حاجه زي ما انت قلتي الاراده، الإرادة الاراده والقدره انك تعملي الحاجه، تمام. انك وفي كمان برضو انك حاطه نفسك في بيئه، البيئه اللي حواليكي مثلا بتاع يعني انت مثلا عايزه تخسي فهتعملي اكل هيلثي، هتحطي في التلاجة اكل مناسب، مش هيبقى كل البيت بياكل حاجات وانت قاعده بتاكلي في حاجات خاص وبتاع وهم في شوكولاته. اوكي. فهي البيئه اللي حواليكي هي اللي بتساعدك انك تكملي مع الاراده، وكمان البيرز او الصحاب، انك بتقدري تقربي من الناس بقى عندهم نفس الهدف بتاعك، ده بيساعدك اكتر. تمام اوكي طبعا ده بيساعد جدا. اه طيب يا دينا، السؤال التاني اللي يعني هسيبك بقى في تحكي براحتك يعني. أوكي. بمناسبة طبعا الفالنتاين والورد الجميل اللي احنا حاطينه ده، يعني ان شاء الله كل عيد حب وانتم طيبين مع بعض في علاقة كويسة، او مش في علاقة يعني لوحدك وسنجل. وده اللي يعني استاذة دينا النهاردة هتقدر تشرح لنا اكتر، ان ناس كتير بنات بيبقوا سنجلز ومش في علاقة، بيجي يوم مثلا زي الفالنتاين ده بيبقوا حاسين ان هما الون لوحدهم، فازاي يقدروا يقضوا وقت حلو مع نفسهم بدل ما هما يبقوا حاسين لا انا لوحدي، انا بتبقى سنسيتيف شوية. سليبريشن بقى ازاي يقضوه وهم سنجل؟ اوكي، هو مبدئيا قبل ما واحد يفكر ان هو يحب حد لازم الاول يحب نفسه. اوكي. واي حد بيبقى ممكن يكون عنده قبول لنفسه، بس قبول بكل حاجه، بميزات وعيوب، انما ان حد يكون بيحب نفسه هو اللي بيشتغل على نفسه عشان يحسنها اكتر. فاحنا ممكن مثلا ندي افكار على حاجه، ممكن استخدم حاجه اسمها زهاري ويندو في كوتشنج. دي حاجه ممكن تبقى زي اللعبه بيعملوها بين الصحاب. أوه. ان حد بيجيب ورقه، زي مثلا انا وانتي دلوقتي ومعانا اتنين كمان، هنجيب ورقه وهنكتب، انا هكتب فيها صفات كتير قوي وحشه وحلوه، وبعدين هعلم على الحاجات اللي انا شايفاها فيا. اوكي. وانتي هتعلمي على الحاجات اللي انتي شايفاها فيا، والتالت والرابع نفس الموضوع، وبعدين ابتدي اشوف الورقه دي هلاقي ان في حاجات احنا اجتمعنا عليها، دي ميزات او عيوب، وفي حاجات تانية هلاقيها ان انا لا دي مش فيا بس الناس شايفاها فيا. فايه التصرفات اللي انا بعملها بتبين للناس الحاجه دي، او سواء ميزه برضو او عيب. لو طبعا عيب ابتدي اخد بالي ان انا من تصرفات اللي ممكن تبين العيب ده للناس، وممكن الاقي ميزات انا شايفاها بقى ومفيش حد مش ظاهره لاي حد، فده معناه ان انا لازم برضو ان انا اعرف ازاي اظهرها للي قدامي. ده عشان توصل ان هي تحب نفسها وتقدر يعني. ما احنا كده بنمشي في اللي هي التول او الاسلوب او الطريقه اللي هم اسمها زهاري ويندو. فبعدين ببتدي اشوف العيوب، ابتدي بقى اشتغل عليها. العيوب دي انا مثلا حد مثلا كاتب ان مثلا عصبيه، طيب ايه الكلام ده وصل ازاي مثلا عشان مثلا موقف واحد واثنين وثلاثة، فابتدي اشتغل على الحتة دي، ابتدي اشوف اساليب ان انا اقلل بيها العصبية، او ان انا احاول اتدرب، هي زي عادة برضو بتبقى عادة سيئة، ابتدي اتدرب عليها. اوكي. فبس
ده بالنسبة للناس اللي هم السنجل، ممكن دي لعبة ويبتدوا بقى يشفتوا، يعني ان اعمل مرة انتي مرة ونبتدي نتعرف على بعض اكتر، والواحد يشوف في نفسه اكتر حاجات مش شايفها او ما كانش شايفها قبل كده، او حاجات الناس شايفاها وهو مش شايفها اصلا. اه طبعا يبداوا يعني بعد ما هي تشوفها او بعد ما هو يشوفها يبداوا يشتغلوا على حاجات بقى، مثلا العيب اللي شافوه او الحاجه اللي مش كويسه اللي شافوها في شخصيتهم يبداوا يشتغلوا عليها، بالظبط. والحاجه الكويسه يبداوا يطوروا منها ويفتحوا لها. زي ما قلت في الاول حلقه خالص ان العقل عندنا فيه فايلات كتير قوي، نبدا نستغل الفايلات دي. يعني مش معنى ان انا سنجل او انا مش في ريليشن شيب خلاص حياتي وقفت، لا، يعني يجي يوم زي ده انا ممكن اعمل فيه حاجه جديده على فكره. يعني مش هفضل رابط نفسي بشخص، انا افضل اشتغل على نفسي واعمل لنفسي حاجات كتير قوي عشان اقدر اوصل. اوكي دينا. ممكن برضو، ممكن لو هم عندهم اي بليف غلط عن نفسهم، حد شايف نفسه ان هو فاشل مثلا، هيبتدي ان هو يبتدي يصلح المعتقدات الخاطئة دي، لان المعتقدات دي لو هو فضل فيها هتولد الفعل اللي هيخليه يقوي البليف ده. يعني واحد مثلا شايف ان هو فاشل فهيبتدي ما يعملش مجهود لان هو كده كده فاشل، فده هيقوي اكتر المعتقد ده عنده. اوكي دي برضو حاجة، ان هما طبعا دي بتاخد بروسيس كبيرة وبتاخد وقت طويل عشان حد يتخلص من معتقد غلط. طبعا. واهم حاجة يبقى عنده يعني احداث بتدل على ان المعتقد ده غلط وحاجات بتدل على ان هو صح، ونبتدي يعني نشوف ونبتدي نعمل زي ما تقولي نشده اكتر للمعتقد الصح. الصح. يعني ممكن تبقى المعتقدات دي كلها من ناحية يعني جايله من اهله اصلا، يعني من كتر ما هما بيقولوا انت فاشل، انت مش هتنفع، انت الكلام ده، انت، فبقت عنده اصلا في عقله لاواعي دايما بيخزن كل ده في الصندوق الاسود، فبيحس بالظبط. انت مش جميلة كفاية، في كلام كده بيتقال قاسي قوي. تمام يا دينا. اوكي نيجي بقى على السؤال علاقات، يعني اللي تعب كل الناس ايوه طبعا. العلاقات دي بأشكالها بألوانها بأنواعها بحاجات كتير قوي. العلاقات يعني ناس كتير قوي انت عارفة اكيد بيجيلك مشاكل كتير قوي كابلز، ففي يوم زي الفالنتاين ده يعني نفسي وهم برضو نفسهم يعني ان هم يحققوا علاقة تبقى كويسة، وانا نفسي اشوف علاقات بجد يعني ناجحه كتير قوي. معظم العلاقات دلوقتي بقت بتخرب بسبب حاجات بسيطه قوي، يعني حاجات صغيره قوي زي اللوف لانجويج مثلا. الموضوع بيبقى فيه ميس اندرستاندينج او سوء تفاهم او سوء تواصل بسبب ان اللوف لانجويج بتاعتي غير اللوف لانجويج بتاعت دينا. يعني لغه الحب بتاعتي غير لغه الحب بتاعت دينا. انا لغه حبي بحب دينا بطريقه، بوصل لها حبي بالحب اللي انا اتعلمت بيه، ودينا نفس الكلام. طيب ازاي نوصل لعلاقه تبقى مور هيلثي، تبقى علاقه يعني تبقى صحيه ليا واللي قدامي؟ هو مبدئيا يعني الخمس لغات الحب باختصار، ان هما خمس طرق، منهم الكلام او التعبير عن حب، الكلام، تعبير بالهدايا، تعبير بان حد يقضي وقته بالهدايا. يا جماعه يعني يجي يوم فالنتاين لو ما جبتلهاش هدايا يبقى يومك اسود ومنيل حتى لو مش غاليه يعني، بس لازم يبقى في هديه. يعني ما دخلتش عليها حتى لو بالشوكليت هتبقى ايه، حطيت في البلاك ليست. بس ده برضو على حسب هي بتبقى مياله اكتر، يعني هل ده اللغه اللي هي فعلا بتحبها، ولا مثلا اكت اوف سيرفيس او ان هو يساعدها في حاجه او يعمل لها خدمه هي كانت منتظراها او عايزاها. دي ممكن تكون بتاثر اكتر فيها من الهديه، في ناس كده يعني. ممكن حد لازم يقضي وقت معاكي مثلا، ده نوع من ان هو يفضي نفسه ويقضي كواليتي تايم. الكواليتي تايم، يبقى مركز مش واسك الموبايل مثلا وقاعد، لا هو مركز معاكي. انت مش قادره تسمعها او انت تبقي قاعده تسمعيه ومفيش كواليتي كونفرزيشن. كواليتي كونفرزيشن بمعنى ان انا ابقى قاعد دينا قاعدة بتتكلم معايا، مش هبقى ماسكة الايباد، لا انا قاعدة يعني ودني كلها مع دينا، عيني كلها مع دينا وهي بتتكلم. دي اسمها quality conversation، quality activity، ان انا
احاول الاقي من فتره للتانيه اكتيفيتي اعمله وكومن انترستس، ان هم يشوفوا حاجه يعملوها سوا، دي بالضبط. برضو في الكواليتي تايم. وممكن خامس حاجه هي الفيزيكال تاتش، او ان هم بيبقى في بينهم انتيميسي، بيبقى في ويمسك ايدها، يقعد جنبها، يطبطب عليها، يحضنها، كل ده برضو نوع من انواع اظهار الحب. فالخمس لغات دول احنا ممكن، في ناس كتير قوي متجوزه وما تعرفش حاجه، او ما تعرفش لغه الشريك ايه، او ايه اكتر حاجه ممكن تاثر فيه. احنا لما بنقدر نعرف اكتر حاجات هو بيحبها بنقدر نزود رصيدنا عنده، لان احنا بنحط او بنملى في الحته الصح. اوكي يعني مثلا لما يعني هنعمل ايه الطريقه او التول مثلا للمتجوزين او الناس اللي في ريليشن شيب وعايزه تعرف، بتجيبي ورقه تشميها كده نصين كل طرف في العلاقه، ويبتدي تكتب ازاي هي بتظهر الحب للطرف التاني. اوكي، وفي النص التاني تكتب هي عايزه الطرف التاني يظهر لها الحب ده ازاي. اوكي، هيكتبوا، ممكن يكتبوا ايه، عناوين بس، لما بعد كده هيدوا الورقه لبعض فهيبتدوا يشرحوا طب ايه قصدك مثلا باحتواء، يعني اعمل ايه، يعني مثلا تقول، يعني مثلا تجيب لي تسمعني، تجيب لي هدايا، تعملي سبورت، تشجعني، كل ده بالنسبه لها هي هتشرحه بقى، لان ده اللي هو ده دي تول او طريقه ان هم يقدروا يفهموا بعض اكتر. فلما الطرف التاني يعرف هي بتحب ايه، واحد واثنين مثلا، طب انا هفضل بقى اعمل واحد واثنين دول، هركز عليهم اكتر من اي حاجه تانية. اوكي، حلوه قوي. اوكي، دي طريقه او تول ان هم برضو للناس اللي في الفالنتاين ممكن يعملوها. ده حلو قوي. طيب اكيد في الراجل بيحتاج، او يعني الميل برين بيبقى عنده متطلبات معينه او نيدز معينه بيبقى محتاجها، والفيميل طبعا بقى الست بتبقى محتاجه برضو متطلبات اخرى وحاجات تانية بتبقى حباها. فعلا. الميل بقى الشخص الراجل، ايه ازاي الست تقدر تكسب قلبه؟ هو طبعا يعني في حاجتين او في كذا حاجه بتاثر في الراجل. التقدير، ان هو لما بيعمل حاجه بتبقى متقدره ومتشافه حتى لو هي صغيره. التقدير هو اللي بيخليه ان هو يحفزه ان هو يعمل اكتر واكتر. تقدير، التقدير، وان هي ان هو يحس انها محتاجه له في حاجات، يعني هي اندبندنت. معنا اتصال. الو، صباح الخير. صباح النور، ممكن اشارك؟ طبعا، اتفضل استاذ محمود. بصراحه موضوع مهم جدا اللي حضرتك بتتكلموا فيه، يعني موضوع اللي هو الايه، الحب والعلاقه ما بين الطرفين، يعني هو اساس كل ده اصلا الاحترام المتبادل لكل شخص للتاني، لشخصه وكيانه، وتقدير الشخص للشخص الاخر. ده بيبقى بيسيب في النفس اثر كبير جدا، يعني لما يكون مثلا انا بشعر ان قصادي بيحترمني جدا وبيقدرني وبيعزني وبيحبني، فالعلاقه بتبقى سويه. يعني طبعا غير طبعا لما انا احسس ان انا مثلا، انا مثلا اعلى من زوجتي، او زوجتي حاسه انها اعلى مني، فاهمه؟ فتبص تلاقي العلاقه بتتوتر. تمام. ثانيا، لازم يكون في الاحتياج، الاثنين محتاجين لبعض. لكن لو طرف من الطرفين شعر ان هو ممكن في لحظه من اللحظات ان هو يستغنى عن الطرف الثاني، فده بيحصل خلل في العلاقه وبتبدا العلاقه تتوتر. اكيد اكيد طبعا يا استاذ محمود. فانا بحب اشارك يعني في البرنامج. لا، شكرا 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 على رايك. هو فعلا زي ما قال الاستاذ محمود، فعلا لازم ان كل واحد يبقى في جزء هو محتاج له في الثاني. يعني في ناس تقولك independent women وماشي، بس في لازم تحسسي الراجل ان انت فعلا محتاجة في حاجات. اوكي، ما تبقيش انت معتمدة عليها في كل حاجة، بس ما تبقيش انت، لا، هو الفترة دي بقى طالع ترند ايه، strong independent woman. دايما بقى طالع. وفي الحقيقة الراجل ما بيسمع كلمة زي دي بيخاف، يعني اوعي تفتكري ان الراجل لما بيسمع كلمة ان انت you're strong وان انت قوية وتقدري تعتمدي على نفسك من غيره، ان دي حاجة هو ما بيخافش منها. لا طبعا بيخاف. مفيش راجل مش بيبقى حابب حتة الاحتياج. ده مش ضعف ولا ده ذل ولا إهانة ليكي ولا أي حاجة، بالعكس
ان انت تبقي محتاجه له هو بيحس بقيمته كراجل، غير لما راجل بقى بيهينك او بيذلك وبيستخدم حته الابيوزر بتاعته وانه يبقى ابيوزف، تدخله في حته ابيوزف سايكل ممكن نتكلم المره الجايه عنها اكتر كتير. بس الراجل بيبقى محتاج حته معينه زي ما دينا قالت، الاحتياج او التقدير، التقدير والاحترام. والاحترام ده اساسي في اي علاقه، ده يبقى متبادل يعني، ده يبقى متبادل برضو. انت ما تحسسش ان انت مش محتاجها خالص، لا هي ليها دور وانت ليك دور. اي بيت او اي علاقه انت ليك دور وهي ليها دور، دوركو ان انتوا بتكملوا بعض. انت مش هينفع تبقى لوحدك، خلاص كنت تبقى لوحدك ومغيرها، وهي كمان مش هينفع تبقى لوحدها. كل ما دوركو بقى بقى بيكمل بعض وبقيتوا بعرفتوا تبقوا مع بعض، كل ما انتوا العلاقه او الحياه هتبقى ما بينكم ناجحه. كملي دينا، معلش قطعتك. لا لا بصي، كمان كنا بنتكلم عن الست. أوكي. الست بقى يعني برضو اكتر حاجه بتحتاجها هي الامان، انها تحس بالامان من الراجل. وده بيبقى بكذا طريقه. الراجل يقدر يحسسها بالامان لما بتصرفاته، باخلاقه، بان هو ما يهنهاش. كل ده بيخلي الست تكتسب الامان حبه حبه، فتبتدي ان هي يعني الامان ما بيجيش مره واحده، لازم واحده واحده. فهي وكمان ان هو يسمعها، بتفرق جدا ان حد يسمعها ويتفهمها. مش ان هو يعني يهيف من كلامها او يقولها ايه اللي انت بتقوليه ده، الكلام ده اي كلام، او يصغر من زعلها. بالظبط. لا هي عايزه حد يتفهم زعلها، مش لازم يديها حل، بس هي عايزه حد يسمع ويتفهم. لاني طبيعي الست بتبقى الايموشنز عندها، او المشاعر عندها اكتر من الراجل، يعني الفيميل برين بتبقى هي عندها المشاعر او نسبه الحساسيه اكتر بتبقى عندها، ده حقيقي، اكتر من الراجل. حتى لو هي بينت عكس ده، يبقى يعني هي انت حاول بقى انك هنا يجي الاحتواء، حاول تحتويها، حاول انك انت تدخل لها مدخل. يبقى هو الاحتواء جزء او طريقه منه، هي برضو الخمس لغات الحب اللي احنا قلنا عليهم. دي من اساليب الاحتواء. لو عايزين تعرفوا اكتر عن خمس لغات الحب، انا كنت اتكلمت فيها في حلقه من كذا شهر، فممكن تقدروا تدخلوا على اليوتيوب وهتلاقوا الحلقه دي. اوكي، كملي لنا. في طبعا اسس بقى للاتنين مع بعض لازم تبقى موجوده في اي علاقه صحيه. منها الثقه، ان يبقى فيه ثقه بينهم، فما يبقاش فيه غيره او شك دايم في اي حاجه بيعملوها، او بتبقى حاسه ان ممكن يسيبها في اي وقت او لا، يعني لازم يبقى فيه ثقه طالما ان هي اختارته انها تكمل معاه. الثقه تبقى متبادله. تاني حاجه الاحترام. الاحترام برضو احنا قلنا مش بس ان هو مفيش اهانات من اي نوع، لا نفس لا جسديه ولا لفظيه. كمان مفيش تحقير من شأن اللي قدامك، سواء بان هو يعني هيف من كلامها او من اي حاجه هي بتعملها. انت بتعملي ايه اصلا؟ عارفه الكلمه المشهوره بتاعت الرجاله، انت بتعملي ايه؟ انت دورك ايه؟ انت بتعملي الاكل وبتعملي ما عملتش حاجه خالص، انا في البيت وبس كده. ايوه، ما بياخدش مجهود ده خالص. يعني لا، هو لازم يبقى كل واحد مقدر، ما دي برضو بتيجي في التقدير. تاني حاجه برضو، في حاجه احيانا بيستخدم ده كمان في رجاله، احيانا بيستخدموا ده. يعني جالي كيس كده بدون ذكر اسماء، يعني ان لقيته بيستخدم ده ان هو يعني عايزه تشتغل، انت بتعملي ايه؟ ما تنزلي تشتغلي وتشوفي لك شغل. بدل ما يديها نصيحه، يعني لا، احنا في طرق ممكن نقدر نستخدمها ان احنا ندي نصايح، بس بطريقه مش ان انت بتعملي ايه، تبدا بيقلل من شانها، فهي تبدا محبطه. الاسلوب، هو الاسلوب ده بيفرق جدا حتى في الخلافات. في ناس، يعني في دايما ايه، بيبقى في مراحل الحب او مراحل العلاقات. في مرحله منهم دي بتبقى دايما بيدخلوا خلاص، اللي هو بقى مرحله الهاني مون خلصت، ومرحله الانفيتيوي او الافتتان. ممكن تطلعوا لي الصوره بس؟ انا جبت لك صوره. انت
لا مش دي. ده stages of relationship. ده كان انهي يعني، كنت حطها انه انهي، انت في انهي stage، انت في ايوه اللي مع بعض ومبسوطين، ولا اللي هو احنا عايزين يعني مع بعض بس مش مع بعض. طيب في صورة تانية؟ لا واحدة كانت تانية. لا لما ما فيش تاني ولا احنا ممكن نشرحهم او اوكي. نقولها ببساطه. طبعا في الاول ممكن يبقى بتبقى الهاني مون فيز، اللي هو دي بتبقى فيها عطاء وتضحيه ومفيش حد شايف عيوب التاني خالص، اوكي. ما بيبقاش فيه لوجيك يعني. في طبعا ده نتيجه الهرمونز اللي بتحصل في بدايه العلاقه، بعدين بيبتدوا يخشوا في رياليزيشن او ان هم يبتدوا يكتشفوا في بعض عيوب او يشوفوها بقى، يشوفوا الحقيقه يعني. ممكن بقى العيوب دي اللي هو يتقبلوها يعدوها هنا بقى يطلع ايه understanding، ان احنا احنا هنفهم بعض ولا هندخل في power of struggle. احنا يعني هيبقى في دلوقتي بقى مشكلة وهنفضل واقفين عليها، وساعتها هنبدأ نصغر من بعض، وانتي وانت والكلام ده، ومش هنوصل ل common ground مع بعض. بيحصل تمرد، هو لازم يعني بيحصل اللي هو بيبتدي بقى يطلع الاحتياجات بتاعته على الترابيزه. انا مش مبسوط من 1 و2 و3، اوكي. تمام؟ فهو عايز حاجات تتغير. فالفكره بقى هنا ازاي انت هتوصل للشريك الحاجات دي، لان هنا ممكن الموضوع كله يبوس عشان الاسلوب والطريقه. يعني مثلا اول حاجه مثلا، او زي ما تقولي طرق عشان الناس تعرف تتعامل كويس او تعدي من الخلافات مع بعض. كان في ثيري او ميثود اسمها ساندويتش ميثود، دي بيستخدموها في فكره في كل حاجه يعني، في الشغل وفي يمكن يا جماعه من اسمها يعني ساندويتش اسمها حلو هنا في اكل، بس هي يعني ساندويتش ميثود دي اسمها بس. الساندويتش دي هو ايه؟ ساندويتش عيش وعيش وبينهم اكل. فايه العيش والعيش ده بقى؟ ده الحاجات البوزيتيف او الميزات بتاعه الشخص اللي قدامك والحاجات الكويسه اللي هو عملها. فانت دايما هتبتدي بالكلام مع حد بانك تقول له انت كويس في كذا، وانت عملت كذا، وانا مبسوطه منك عشان كذا. وبعدين تبتدي تدي النقد اللي انت، بس النقد بطريقه برضو اللي هو مش انت بقى عملت وانت السبب، وانت فكره انت دي شيليها. نستخدم هنا الاي ستيتمنت. الاي ستيتمنت دي بقى اللي هو انا حسيت بكذا لما حصل كذا، مش لما انت عملت فاهماني يعني، لما حصل الموقف ده انا حسيت بكذا. هنا بيبتدي الموقف ان هو بيحسش بهجوم، بيحس ما بياخدش بقى وضع دفاعي، بيبتدي يتفهم اللي قدامه ويبتدي يتعاطف معاه، او يبتدي يوصل له الصوره يقول له عندك حق، او يقول له لا انا ما اقصدش كده مثلا. أوكي. فيبتدوا يوصلوا الحل بدون اي هجوم او دفاع او اي حاجه من دي. التول دي يا جماعه بتاخد وقت عشان تقدروا تستخدموها يعني. مش لا دينا قالت كده النهارده فانا هروح اعملها له دلوقتي، فهو يعني يطلع بقى يقعد يتكلم معاكي باسلوب مش حلو، ايه ده؟ لا ده الكلام دينا ده مش نافع. لا بتاخد وقت ان اللي قدامك اصلا يستوعب شخصيتك الجديده او طريقه كلامك واسلوبك الجديده، فده بياخد وقت، مش من مره واحده كده انا بقيت خلاص. لا وكمان يعني اوعي تفتكري او تفتكر ان ده ضعف لما تستخدم. كنت لسه بتكلم مع بنت من كام يوم، فبقول لها اي ستيتمنت حاولي تكلمي معاها، قالت لي بس انا كده هبقى ضعيفه. لا هو ملوش علاقه خالص، ده شكاء مش ضعف يعني. ده كده مش ضعف خالص، بالعكس انت طول ما انت بتستخدمي معاه او انت بتستخدم معاها الطريقه دي، هو ممكن يحس بتأنيب الضمير عشان انت ما هاجمتهوش في الكلام، فمش هيضطر ان يدافع عن نفسه. كمان في طريقه خدناها في برضو ال NLP او البرمجه اللغويه العصبيه عشان نقدر ان احنا نكمبرومايز او نتنازل او نتفهم الاول موقف اللي قدامنا. هي عباره عن ايه؟ لعبه الكراسي مثلا. هو بيبقى فيه 3 كراسي. انا مثلا انا بقعد مثلا بقول مشكله ان انا مثلا حاسه ان انا او ايه المشكله او ايه اللي مضايقني. بعدين اقعد مكان الكرسي اللي في النص اقول من وجهه نظر الطرف الثاني ايه هو ممكن يعني يكون وجهة نظره ايه في الموضوع. حلو قوي. هيرد يقول ايه مثلا، تمام؟ وهو بيفكر ازاي. وبعدين الكرسي الثالث هيبقى ده حد بيشوف كأن حد بيشوف الموضوع من بره، انا برضو هاخد دوره يعني، انا هقعد هنا وهقعد هنا وهقعد هنا.
اوكي ممكن اجربها كده في البيت يعني. فابتدي بعد كده اشوف كانه موقف ما يخصنيش وحصل قدامي، هقول طيب انا شايفه ان يا جماعه واحد واثنين وثلاثه مثلا ممكن نعمل كذا وكذا، ممكن ده يتنازل في كذا ده يتنازل في كذا، كنوع من ان انا بفصل نفسي بطلع بره المشكله اشوفها، فاقدر ان انا اتفهم اللي قدامي واقدر ان انا في نفس الوقت الاقي حلول لان انا بقيت براها. طيب شكرا يا زينة على استضافتك النهاردة، وما تنسوش اسك كوتش فاطمة على فيسبوك وانستجرام، واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.